الدينار الأموي المبكر المضروب على الطراز البيزنطي. هذه المادة تأتيكم من الموسوعة المالية في إنسايكلوبيديا العربية قسم المسكوكات الإسلامية. تأسست الدولة الأموية في دمشق ببلاد الشام والتي خضعت لسيطرة البيزنطيين منذ القرن الرابع الميلادي، وقد سك البيزنطيون الدنانير في القسطنطينية وتم تداولها في الشرق العربي وفي شبه الجزيرة العربية في عهد النبوة والخلافة الراشدة. ومع توطد أركان الدولة الأموية بدأت محاولات التحول إلى النقد العربي الصرف، وظهرت الدنانير الأموية المبكرة في السنوات الأولى من عمر الخلافة، وتميزت بسكتها البيزنطية على الطراز البيزنطي التام مع تعديلات بسيطة على الرموز المسيحية. وأمر الخليفة معاوية بن أبي سفيان بسك السوليدوس البيزنطي أو معرف بالسوليدي المقلد للنسخة البيزنطية الأصلية، فظهر عليه تصوير هرقل وابنه هرقليس قسطنطين، وقد أزيلت الصلبان وظلت العناصر الأساسية للمسكوكة على حالها من دون تغيير جوهري. خصائص المسكوكة: بلغ وزن الدينار الرومي البيزنطي سوليدوس 4 غرامات و55 جزءا من الغرام. أما الدينار الأموي المضروب على الطراز البيزنطي في بلاد الشام فلم يستقر وزنه لانعدام الرقابة الصارمة على معايير السكة، وظلت معايير الوزن غير منضبطة في المراحل المبكرة لتعريب السكة. كان الوزن الوسطي لذلك الدينار المتداول في بلاد الشام مقاربا ل4 غرامات وربع. ومع أن سكة الدينار اعتمدت على معايير عالية في الوزن والعيار، إلا أن الوزن الفعلي للدينار كان يختلف بدرجة ما عن الوزن الشرعي المقرر ب4 غرامات وربع الغرام زيادة أو نقصانا. يبلغ وزن دينار معاوية بن أبي سفيان 4 غرامات و37 جزءا من الغرام، وقطره حوالي 20 مللمترا. ويرجح أنه ضرب في دمشق عاصمة الخلافة الأموية في خلافة معاوية، أي في الفترة ما بين سنة 41 هجرية و60 هجرية الموافقة لسنة 661 ميلادية وسنة 680 ميلادية. يظهر على هذا الدينار تصوير هرقل وابنه، ويبدو هرقل طويل اللحية والشارب، أما ابنه فيبدو ذا لحية وشارب قصيرين. وقد أزيلت الصلبان من أعلى غطاء الرأس، وتحيط بالتصوير في النصف الأعلى من الدينار مأثورات إغريقية لا معنى لها. أما على الظهر فيحتل منطقة المركز رسم المدرج الذي يعلوه عمود أو صار، وقد أزيل من أعلاه رمز الصليب، وتحيط بالتصوير كلمات إغريقية تماثل المأثورات الموجودة على السوليدوس البيزنطي، يتبعها حرف ألفا الإغريقي وهو علامة دار السكة في الأصل البيزنطي. وفي أسفل تصوير المدرج كلمة كونوب، وكانت في الأصل الإغريقي تشير إلى مدينة السكة، كون أي القسطنطينية، وأوبي هو اختصار لوزن الذهب أوبريزوم، وكان يعادل 1 إلى 72 جزءا من رطل الذهب الخالص في نظام القياس الروماني. تطور عملية التعريب: كانت الدنانير المضروبة على الطراز البيزنطي غير المعربة نقطة البداية في عملية التحول إلى إصدار النقد العربي الصرف، واستمرت محاولات التعريب بإضافة أجزاء من المأثورات باللغة العربية، وانتهت بالتخلص من جميع مخلفات البيزنطية. وتكللت عملية التعريب بإصدار النقد العربي الصرف، وتحديدا الدينار الأموي المضروب سنة 77 هجرية الذي يحمل مأثورات عربية مستوحاة من العقيدة الإسلامية، وقد خلت المسكوكات الإسلامية منذ ذلك الحين من أي عناصر أو رموز أجنبية.